كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. حمزة من مواليد مدينة طنجة بتاريخ 19 أكتوبر من سنة 2091، وأستغل المناسبة لأهنئ حمزة بعيد ميلاده ونتمنى له خذ هذه الجريمة معه منذ 10 سنوات رصيد وطني لنشر القراءة. كنبغي نشكر ايضا يعني الطاقم التقني والاداري لهذ الجمعيه اللي نظمت هذا اللقاء هذا والاحتفاء. كنبغي نشكر ايضا كل الصحفيين والاعلاميين الزملاء اللي حاضرين معنا كاملين، وكل واحد بالسميه ديالو المسموعين المرئيا المكتوبين. طبعا كنبغي نشكركم كاملين، الفنانين اللي حاضرين معنا الاصدقاء، وايضا كنبغي نشكر مجموعه ديال الناس اللي هما الحقيقه كنعتبرهم ماشي صحاب ولكن هما زعما في الحقيقه كانوا دائمين. اولا سعيد جدا وفرحان بزاف بهاد الامسيه، هادي امسيه سينمائيه اللي كيتسهر على التنظيم ديالها الرصيد الوطني للنشر القراءه. طبعا مشكور على هذا الاحتفاء هذا، الجمعيه اللي كنعتز بها وكنتمي ليها لمده 10 سنوات، يعني اشتغلت فيها واشتغلت على مجموعه ديال الانشطه داخل هذه الجمعيه، واليوم قرروا انهم يحتفلوا بها ويقدموا لها التجربه هذه. اليوم غادي نعرضوا ثلاثه ديال الافلام السينمائيه قصيره، هاد الافلام اللي توجت مجموعه ديال الجوائز على المستوى الوطني والدولي، الحلوه الحمراء، الحساب، ما تنسانيش يا طنجة. وفيلم ما تنسانيش يا طنجة هو بالنسبة لي اللي هو حدث اليوم، حيت الفيلم كيهضر على مدينة طنجة وكيهضر على واحد الشخصية طنجاوية معروفة غادي تكتشفوها من خلال الفيلم. وبالمناسبة أيضا غادي يتم تكريم مجموعة ديال الشباب الصحفيين والصحفيات اللي كنعتز بهم بزاف، اللي كانوا دائما داعمين للمنابر المكتوبة المرئية المسموعة، اللي كنعتز بهم هما أصدقاء وزملاء قبل ما يكونوا مهنيين. وطبعا بغيت نقول لهم شكرا بزاف، واليوم غادي نقدموا لهم شواهد تكريميه ونعرفوا المحبه والتقدير لهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. وطبعا هذا النشاط هذا غادي يكون واحد معنا اسماء وزينه بحال سي عز الدين الوافي النقيد السينمائي، وسي عصام بويش اللي غادي يقدم شهاده في حقي، وسي عز الدين غادي يقدم قراءه نقديه على الافلام. دونك هي امسيه سينمائيه وشكرا بزاف على الجهه المنظمه. الدليل على ذلك هو انه تلك الرغبه حولها الى افعال ملموسه، وبالتالي انخرط في مجموعه من الجمعيات واستطاع ان يجعل لنفسه تكوينا توجه بشهاده الليسانس التي حصل عليها في الدراسات السينمائيه.